خير، كيف صبحتوا؟ مزيانين، لاباس عليكم؟ ايوا، المهم اليوم غادي نخرجوا ان شاء الله. دابا جبتوني هبطه غنفطر. يلا يلا معايا تفطروا حتى نتوما. يلا يلا، المهم ها نتوما انا نفطر حقا مزيون صراحه. الله مهيا، ايوا المهم بعدا تنخرجوا وانتوما معايا. هنايا خرجنا من الاوتيل، حنا ماشيين في اتجاه مدينة الأيام، ومرورا عبر مجموعة من المدن. ساعتك انت معايا. المهم انا ديك الساعة نبدا نعملكم شوية شوية لقطات من الطريق. هاد الطريق تبارك الله جبدة، الطريق 500 كيلومتر وزيادة، هذاك الشيء غادي نبدا نعملكم شوية شوية. يعني ها انتوا معايا. وقفنا في هاد ستاسيون هنايا، الطريق ديال تيزليت بالضبط. واحد البلاكا عاد شفتها دابا، فيها باقي لها باقي لنا 65 كيلومتر من اكادير لتيزليت اللي بقات لنا. حنا هنا وقفنا لان كاين الناس اللي باغي تشرب القهوه، نتوما عارفين الناس اللي كيبغيو يشربوا القهوه، وخلاص اللي بغى يرتاح شي حاجه من الطريق، لان فعلا الطريق طويله. ايوا مهم، ها نتوما معايا هنايا. شفنا جينا تشوف الطريق كي كتبان. جينا احنا يوم بعد الظهر، صباح الخير. كيف صحتي؟ لاباس؟ كنتي مزيان؟ الحمد لله. هاو مشيت اسطر هذا زكريا. عندهم غير هذاك الشيء اللي كيعجبني، هذا الشيء والله العظيم. لا ما غير نعمل هكا انتوما. ايوا نمشي نشوف شي قهيوة. المهم انتوما معايا تنزل في الطبلة. شوفوا هنايا كاين واحد هذا، شوف نقربو هادشي واش كيبان. واحد الربيع غريب، بحال داكشي ديال لوكيدو وديك الويستير. دائما الاطلس الصغير دائما في الطريق الى بالميم. شوفوا على تضاريس كيفاش عامله. هنايا قربنا ندخلوا للقلب. دائما في الطريق دائما ماشي باتجاه تيزنيت. نشوفوا الطريق على حسب اللي قال لي المؤطر ديالنا. باقي تنشوفوا الشجيرات، باقي شويه ما بقاش نشوف الشجيرات. المهم نخضروا علينا، ما حد باقي الخضوره. هنايا هنايا المهم انا كنشوف غادي يدخلوا فيها الطوموبيلات. اما الصراحه الدنيا زعما مختلفه على اللي حنا فيها. انا اول مره كنفوت اكادير، انا كنحب حد اكادير صراحه، اول مره كنفوت اكادير. يعني ان شاء الله. المهم ها انتوا معايا، انا غادي نكتشف وانتوما غادي تكتشفوا. يلا تلاقاو عاود. الحقيقه هي انها دارت باستحمام التراب الوطني، واحد الزاويه اللي كانت كتشكل عنصر خطر على التراب الوطني، هي زاويه تزروات الكرسي. صحيح كتشكل فقط على النظام، على النظام الحكم الملكي. لان كان عندنا نفوذ خوذ، كان عندنا نفوذ خوذ في المنطقه ديال السد. هذه معلومات. هنايا وصلنا لمدينه تيزنيت. شوف هنايا، تشوف البنايات ديالها سبحان الله، عندهم واحد اللون فريد من نوعه، هذا اللون الاحمر هيدا، وكاملين بهم. شوف هنايا هذا المطار هذا بحال اللي محاط بواحد السور. المهم حنايا دخلنا لمدينة تيزنيت. نجيب بكرة
الكروز ديال ماشي مشكل. هذه ساحه المشوار. هذه ساحه المشوار. هنا كاين السوق، هنا كاين القيصريات ديال السوق في الدهنا، نوقفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تدخلوا نتوما القيصريات هنايا. هذه هي الموطا اللي معروفه، الموطا ديال الفضه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيف ما سمعتوا المؤطر ديالنا قالنا هذا هو الموطا ديال سوق الفضه، احنا باش ندخلوا له وهانتوما معايا. خير عليكم، كيف صبحتم؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاملين تكونوا على خير وبخير. المهم انايا جيت معكم عاود، غادي نساليكم معايا في مدينه تيزنيت. هنايا ماشي غنتسالاو في مدينه تيزنيت، بالضبط 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 غادي ندخلوا لسوق الفضه اللي قال لنا السيد هنايا معروفه بمسائل الفضه. ونشوفوا مسائل اللي هما عندهم. قال لك الفضه عندهم تقليديه وعندهم اللي هي ديال ايطاليا وديال تركيا وديال هذا. المهم هادي نتوما معايا. هنايا هانتوما معايا، هنايا كيف ما كتشوفوا الناس هنايا. هاد المنطقة هادي منطقة ديال الصحراء المغربية، معروفة أنهم كيلبسوا الملحفات. راهو فين كيلبسوا الملحفات، واحد عندهم هاد الميزه هذه، واحد كيميزهم هما هاد اللباس ديالهم التقليدي ديالهم الملحفه. المهم ها حنايا هذا الذهب، ها هما اللي قلت لكم الملحفات. شي خاص شي عندهم غزال صراحة، واخا انا من عشاق الذهب. شو هذا، هاد التيجان هادو خاصين بهاد المنطقة هادي. خاص بهذه المنطقة هذه. إوا صافي هنايا شرينا المسائل ديالنا، تنطلع ترونسبور ونوري لكم شني شريت. شريت شي حاجة مزيونة، ماشي هي المهم شريت لهم شي حاجة بغيت نختار ديال البلاد ديال هنايا. ايوا ناخذ غير باروك صافي. دابا ملي نطلع نوريكم ديك المسائل اللي شريت كامله، ماشي بزاف، شريت غير مناقش ستيتوين سيترا، شريت واحد بوندونتي في شيماء، وواحد دمليج هذاك ديال هنايا ديال هنايا خديتو حتى هو شريتو سيترا، ما بغيتش نشري لها بورسيرا ولا غورميت، بغيت هذاك غتبقى طيح ولا شي حاجه، قلت ايفو ميو هذاك يكون خدم لي يكون مزيان. ايوا هذا مكان. دابا حنا خارجين من تيزنيت من ديك السوق، انتما كتشوفوا البنايات، هذا متحف هنايا. حنا في وسط المدينه، ها انتما شفتوا اللباس ديالهم الملحفات. هاد اللون ديال الديور ديالهم فريد من نوعه الصراحه.
هنايا جابوا لنا واحد المطار مسمي العين الزرقاء بحال اللي في تطوان بالضبط. ها هي شوف، وهذه هي المعلمه اللي كاينه الوحيده اللي كاينه هنايا في تيزنيت. الله نشوفوا هنايا شنو عندهم هنايا هاد لي زيغلو، ما عرفناش شنو تما. انتم معايا شي كيهبطو لتحت، حنا غادي نشوفو. ما شني عندهم من تحت، المهم بالدروس هادشي. هنايا هذا المطع هذا اللي قالوا عين الزرقاء بحال ديال بحال تطوان، ولكن هذوك لي زيكلو ديك اللي مسجودين قال لك ما مفتوحينش، ما عرفناش علاش، ما عرفتش فين كيصفيو، واش حيت انا بانوا لي هنايا بلات. بانوا لي تما ديك الدخيله تما، وهنايا عاود نفس الشيء هنايا، عرفنا شي واش كيدخلوا ولا شنو ديك الشيء. صافي هنايا تصورنا في هاد العين الزرقاء، دابا غادي نمشيو نخرجوا فحالنا طريق ديال قلميم. يلا غادي نمشيو معايا لقلميم، راه ما عندنا ما نخبطو في الطرقة، دابا قلميم اتجاه هو قلميم. وخرجت سخانة والله إلا ما كنت لابسة كاسادورة زولت، زعما واحد المنظر رائع ديال الناس لابسين اللحفات، والله الا واحد المنظر غريب ومزيو الصراحه مستر، عجبني الصراحه الله الله العظيم. اللي قال لنا المؤطر دابا من هنايا باقي لنا من تيزنيت من قلميم بين ساعه ونص المكانه حتى لجوج الساعات من قلميم، ساعتك غادي نوقفو باش نتغداو، ما عرفناش دابا حنا على حسب هو كيخيرنا، على حسب سواء نجلسو نتغداو في قلميم سواء في طنطان او اخ في النير، واحد الفيلاج مسمي اخ في النير هذا اللي كاين. المهم هانتوما مساليين معايا حتى نوصل، حنا دابا خارجين على تيزنيت شطر الطريق على تيزنيت خارجين. هي البداية ديال الاطلس الصغير، وهادو هما الشجيرات، هاد الشجر اللي كتشوفو هما شجر الأركان، هاد الجبال اللي كتشوفو هو البداية ديال الأطلس الصغير.
وهنايا غادي نخليكم مع المناظر الطبيعيه، وهذه الطبيعه اللي هي مختلفه على الطبيعه ديالنا اللي كاينه في شمال المغرب. الطبيعه مختلفه جدا جدا جدا، بحيث تحت الرمل غريبه والطرقات غريبه، يعني ماشي في حال ديالنا، مختلفه جدا. وغادي نكون حنا دائما في الطريق لمدينه قلميم، اللي غادي نعمل لكم فيديو ديالها بوحديتها. تشوفوا هنا الطريق كيفاش حنايا فين غادي نرجعوا فيه، غادي نبداو ماشيين كنخلفوا، يعني هذيك الطريق زعما كامله مشينا. تشوفوا كيفاش خلينا مورانا، الصراحه واحد الطبيعه خلابه الصراحه، وتضاريس مختلفه جدا جدا جدا. المهم انا هنايا غادي نقول لكم الى اللقاء، ونخليكم في حلقه لكم مع الطبيعه هذه، وحنا باقيين في الطريق حتى نوصلوا لقلميم. وديك ساعتك غادي نعمل لكم فيديو اخر باش ما يجيش هذا الفيديو طويل، غادي نخليكم مع هذا الفيديو، غنوقفوا هنايا، وديك ساعتك غنعملوا مدينه قلميم بوحديتها من البوابه ديالها، بوابه الصحراء المغربيه، حتى وحنا ماشيين حتى الوصول الى مدينه العيون، ومن موراها غادي نكملوا الفيديوهات ديالنا حتى نكملوا الفواياج ديالنا كامل. مهم الى اللقاء، مع السلامه. ودائما فحال اللي كنقول لكم ما تنساوش تلايكيو لي فيديو ديالي، باش ما تنساوش لي لايك، خير لا كنشوف مشاهده كتطلع ولكن كتنساو لي لايك. الله يرحم الوالدين، لي لايك لي لايك لي لايك، والتعليقات المحفزه، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش انه يتابون معي ويفعل الجرس باش يوصل له جميع الجديد ديالي. وغادي نقول لكم الى اللقاء، مع السلامه.